سلطانة سنبول شوفي سلطانة خضر خير الدين باشا اجى على القصر، كان عند مولانا السلطان قبل شوي وكان عم يخبره شغلة مهمة. سلطانة، الأمير مصطفى مو بس رمم الترسانة الحربية، كمان بعت السفن على البحر. ومو بس هيك يا سلطانة، قبض على قرصان سمعته سيئة وما كان حدا يسترجي يقرب عليه. أنت متأكد يا سنبول؟ أقسم بالله أني سمعته عم يقله هذا الشي بإذني، مع أنه بذات اللحظة طلع لي هذا العفريت مرجان ورعبني، وبظن أنه عنده 10 عيون براسه، كيف ما بتحرك بيطلع لي بخلقتي. سنبول اتركنا منه هلأ، مولاي السلطان شو قال؟ مولاي اتضايق كتير من الأمير، وأنا بصراحة بحياتي كلها ما شفته هيك متضايق، بس البشوات دافعوا عن سمو الأمير مصطفى وحاولوا يهدوه. هن دافعوا عن الأمير لمصلحتهم، كل شخص دافع عن الأمير بيكون عنده مصلحة أكيد، لازم نستفيد من هالموضوع يا سنبول. مريم لسه ما رفضت هالموضوع بشكل نهائي يا سليمان، بس هي تفاجأت شوي، وبصراحة هي معها حق، يعني بالنهاية هالقرار كتير مهم. خليها تفكر وما تستعجل. مظبوط يا مولاي. خير في شي سليمان؟ من لما اجيت وانت متضايق ومزعوج؟ مزعوج بأمور بتخص الدولة. أكيد مزعوج مشان الأمير مصطفى. وانت من وين عرفتي هويا؟ الكل هون عم يحكوا سليمان، عم يقولوا انه سمو الأمير ألقى القبض على قرصان خطير، وإنه أمير بطل وشجاع ومقدام كمان. إيه بس الأمير الحقيقي ما بيساوي هيك شي يا هويام. مصطفى عرض حاله لخطر كبير كتير، كيف رح يكون سلطان بالمستقبل؟ إذا صار معه أي شي شو رح يكون مصير الدولة؟ لا الله لا يقدر، بس يعني إذا ابنك الكبير سمو الأمير مصطفى صار له شي لا سمح الله في إخواته، لا تنسى باقي أولادك يا سليمان. أكيد ماني نسيان. ما بحب شوفك متضايق، سمو الأمير مصطفى فارس قوي ومقدام وصاحب قرار حازم كمان، حصل على محبة الكل وخاصة الجيش الانكشاري، أنا سمعت إنهم بيحلفوا بحياته، مشان هيك لا تخاف عليه وكون مطمن يا روحي، يعني الأمير ذكي كتير ما بظن يعرض حاله للخطر، لا تقلق عليه بنوم. سليمان هويامي، بشكر الله على رجوعك إلي، كنت خايفة عليك من الوباء المنتشر، عم بيقولوا خطير كتير. لا تقلقي أبدا، موشي أفندي تولى موضوع القضاء على الوباء والنتائج بلشت تظهر على عرض الواقع، شهر أو شهرين رح نخلص منه إن شاء الله. كيفه الأمير مصطفى؟ إن شاء الله بخير يا مولاي. طمني، مصطفى أمير ذكي كتير، عرف غلطه واعتذر مني، وأنا قبلت اعتذاره وسامحته ورجع على السنجق تبعه، ووعدني إنه رح ينتبه لتصرفاته. الحمد لله، ما كنت متوقعة غير هيك، مصطفى أمير واعي وبيحترمك كتير يا مولاي.